رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا، ودايما طبعا بنتابع فيها اهم اللي نشر نجوم الرياضه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيهم. هنبتدي بالاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي كتب على صفحته على تويتر اليوم: يوافق عيد ميلاد الكابتن صالح سليم. كابتن صالح رمز تاريخي لنادي القرن ومبادئه التي ستظل متوارثه في كل العصور. كمان نشرت الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على الفيسبوك صوره للمايسترو صالح سليم وكتبت: اليوم هو ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم، احد اهم اساطيرنا، افنى حياته من اجل الكيان ورسخ المبادئ فصارت سيرته يتوارثها اجيال بعد اجيال. كمان نشر وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي صوره دي على انستغرام من مطار القاهره قبل السفر النهارده لغينيا. كمان كابتن احمد شوبير نشر على صفحته على تويتر صوره بيهني فيها متابعينه بالعام الهجري الجديد، وكتب: كل عام وانتم بخير، بمناسبه العام الهجري الجديد عاد الله علينا جميعا بالخير والامنه والبركات. لاعب الاهلي برده عمرو السوليه كتب تهنئه على تويتر وقال: عام هجري سعيد على كل الامه الاسلاميه، تكون بخير. كتير طبعا من الصفحات الانديه الاوروبيه برضو هنت الامه الاسلاميه بالعام الهجري الجديد. صفحه الفيفا على تويتر كتبت: اطيب التمنيات بمناسبه العام الهجري الجديد وكل عام وانتم بخير. صفحه نادي ليفربول الانجليزي برضو على تويتر كتبت: نتمنى لكم اوقات طيبه وسعيده مع الاهل والاصدقاء والاحبه، ومع ريتس ايضا كل عام وانتم بخير، عام هجري جديد. نشرت كمان صفحه نادي بايرن ميونخ الالماني على تويتر تهنئه للمسلمين بالعام الهجري الجديد، وكتبت: نادي بايرن ميونخ يتمنى لكم عام هجري سعيد، كل عام وانتم بخير. كمان صفحه نادي تشيلسي على تويتر كتبت: نتمنى لكل متابعينا المسلمين سنه هجريه سعيده، وكمان احنا اكيد في قناه النادي الاهلي بنقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين. سريعا بقى نروح لمحترفينا في الخارج، وهنبتدي مع نجمنا المصري محمد صلاح، واللي كتب النهارده على تويتر: حد دخل تراب الماس؟ تراب الماس الناس بتقوله طبعا قصه حلوه، ورد عليه بقى آسر ياسين بطل الفيلم وقال له: عزومه سينما قصاد التيشيرت. طبعا دي خسرانه قوي بالنسبه لصلاح، يعني عزومه السينما دي ب 200 جنيه، صلاح ده بقى التيشيرت صلاح ب 2000 جنيه. كمان صفحه نادي ارسنال الانجليزي على الانستغرام فنشر صوره لنجمنا محمد النني بعد طبعا ما انضم لتدريبات الفريق مره ثانيه بعد فتره التوقف الدولي، شارك فيها النني مع المنتخب في مباراه النايجر واحرز طبعا هدف ضمن السداسيه. كتبت الصفحه صفحه الجانرز: النني يسير في الطريق الصحيح مع مصر. كمان نشرت الصفحه الرسميه للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا على تويتر فيديو ترويجي لبطوله كاس العالم للانديه، تحث فيه الجماهير ان هم يشتروا تذاكر البطولة، وقالت: شاركنا الحماس وشجع فريقك للفوز بلقب كاس العالم للأندية. البطولة هتقام من 12 ل 22 ديسمبر في العين وابو ظبي، ان شاء الله طبعا النادي الأهلي يكون موجود وجماهير النادي الأهلي يشتروا التذاكر دي. كمان نشرت الصفحه او صفحه تشيلسي على تويتر عوده الدوري الانجليزي او البريمير ليج مره ثانيه بعد فتره التوقف، وكتبت ان عد الايام حتى عوده البريمير ليج، واحنا كمان طبعا اكيد بنعد الايام وفي انتظار عوده الدوري الاقوى في العالم. كمان بقى في انجلترا نشرت صفحه مانشستر يونايتد على الانستغرام صوره لنجوم الشياطين الحمر الاربعه المرشحين للتشكيله المثاليه للفيفا في 2018: حارس ديفيد خيا، لوكاكو، باجبا، وماتيتش. كمان صفحه نادي يوفنتوس على تويتر نشرت فيديو لتدريبات الفريق النهارده وعلقت: البيان كونيري عاد للتدريبات تحت شمس كونتيناسا. كمان نروح بقى لاسبانيا نشوف بقى سيرخي راموس قائد ريال مدريد والاحتفال امبارح بظهوره الاول بتيشيرت النادي الملكي، ونشر صوره على انستغرام لابرز لحظاته مع الفريق وكتب: 13 عام واشعر انه كان بالامس فقط، الذكريات ما زالت تتراكم والمزيد منها لم ياتي بعد. كمان نشر لوكاس فاسكس لاعب ريال مدريد صوره على الانستغرام مع مراته وابنه وكتب: فيتامين اف فاميلي.
كمان الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على تويتر احتفلت بعيد ميلاد نجمها السابق الفرنسي إريك بيدال، ونشروا فيديو للاعب وكتبوا عيد ميلاد سعيد. برضو نشر واين روني لاعب دي سي يونايتد الأمريكي صورة على الانستغرام لولاده وقال أول يوم مدرسة لأولادي في واشنطن. وكمان احتفلت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني على تويتر بعيد ميلاد النجم الكبير بيكنباور وكتبت أسطورة النادي بيحتفل اليوم بعيد ميلاد وعيد سعيد بيكنباور، نتمنى لك يوم رائع. دي بقى كانت أهم الحاجات اللي اتقالت وحصلت على السوشيال ميديا من امبارح لحد النهاردة. دلوقتي بقى معادنا مع فاصل سريع وهنرجع معاكم نستقبل ضيفنا أستاذ أسامة. طبعا هيكون معانا ضيفنا منورنا في الفقرة القادمة أستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهورية.